السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد حيل جميلة جدا وأول مرة هتشوفها في جوجل كروم. طبعا احنا شغالين من على الكمبيوتر. أول حيلة هناخدها إنك أنت هتفتح نافذة جديدة. طبعا احنا عشان تفتح نافذة جديدة طبيعي إنك بتتك على علامة الزائد، لكن ليها اختصار على الكيبورد على لوحة المفاتيح كنترول تي. زي ما انتم شايفين كل ما اضغط كل ما يظهر لي نافذة جديدة. طيب الحيلة التانية غلق نافذة مفتوحة. ده دلوقتي عشان اقفل نافذة، مثلا النافذة دي او النافذة دي، مثلا في بتفرج على موقع زي موقع ربح المال او موقع مشاهدة اعلانات، وفي كذا اعلان ظهر لي مرة واحدة، اعلانات كتير جدا ومش هعرف، او كل شوية اضغط على اكس. ممكن تضغط على كنترول دبليو، يعني مثلا تحدد التاب اللي انت عايز تقفلها، التاب دي مثلا، وتقول له كنترول دبليو، هتشوف قفلها. لو ضغطت كنترول دبليو تاني هيقفلها، كمان كمان يقفلها. او حاجة تانية اسهل، انك انت بدل ما تضغط على اكس تضغط بالسكرول الخاص بالماوس، تضغط عليه ضغطك انك بتتك عليه، مش بتتحرك فوق وتحت، لا تضغط على السكرول نفسه هتلاقيه قفل زي ما انتم شايفين. شايفين في اي حتة من الجزء ده، اي حتة منه لو ضغطت بالسكرول زي ما انتم شايفين قفل خلاص. طيب الحاجة الثالثة التنقل بين النوافذ. يعني ايه التنقل بين النوافذ؟ يعني دلوقتي انا فتحت دلوقتي عايز اتنقل ما بينهم. ممكن تتنقل منهم بكل سهولة عن طريق كنترول وتاب. شايفين كنترول وتاب، تفضل تضغط عليهم يقدر ينقل لك بين المواقع كلها خلاص. دي جزئية. الجزئية الطريقة الرابعة التراجع عن غلق نافذة. يعني مثلا انا فتحت نافذة جديدة اهي ونافذة جديدة اهي وقفلتها بكنترول دبليو، عايز اتراجع عن غلقها، تمام؟ اقول كنترول شيفت تي، تمام؟ اهو فتح النافذة القديمة اللي انا كنت فاتحها، وفتح دي برضو، وفتح دي. اي حاجة انا قفلتها هو هيتراجع عنها، فطبعا دي ميزة كبيرة جدا خلاص. طيب ايه تاني؟ البحث في موقع معين. دلوقتي لو انا ضغطت هنا على طول اكتب مثلا اي حاجة انا عايزها، مثلا اسعار اسعار الذهب، اضغط على طول اسعار الذهب يعمل لي سيرش لاسعار الذهب، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية بقى اللي هي الجديدة، لو انا مثلا عايز اعمل بحث في اليوتيوب فلازم اخش اليوتيوب واعمل سيرش جواه، عايز ابحث في امازون ادخل امازون وابحث جواه، عايز ادخل في موقع اخباري عن حاجة معينة او حادثة معينة بدخل موقع الاخباري واعمل سيرش جواه. لا دلوقتي انت ممكن تكتب يوتيوب، بعد ما تكتب يوتيوب خلاص تضغط زرار تاب خلاص. بعد كده بقى لو انت كتبت اي حاجة، يعني مثلا لو كتبت بقى بالعربي هنا محمد حمودة للتقاء، للتقنيات اللي هي القناة بتاعتنا، وضغطت انتر هيبحث لي في اليوتيوب على محمد حمودة للتقنيات. يعني شايفين ظهر لي اليوتيوب وظهر لي محمد حمودة للتقنيات، كأني دخلت السيرش بتاعه وعملت بحث فيه. كل دي فيديوهاتي، تمام؟ المهم الحاجة اللي بعد كده، ازاي تعرف استهلاك الرامات للنوافذ المفتوحة عندك؟ هتضغط شيفت اسكيب اسكيب زي ما انت شايفين، بيقول لك اليوتيوب واخد ميموري فوت برينت كذا، السي بي يو عامل كذا خلاص، كل المواقع اللي انت فاتحها واخده او بتستهلك قد ايه خلاص. عايز تقفل اي حاجه، ده زي تاسك مانجر، يعني الحاجات المفتوحه اللي واخده مستهلكه كتير، يعني الموقع ده واخد كذا، الموقع ده واخد كذا، عايز تقفل اي واحده فيهم هتضغط عليها وتقول له اند بروسيس خلاص، او انهاء العمليه. الحاجة اللي بعدها، الحاجة التانية اللي عجبتني قوي، الحاجة اسمها بوك مارك او العلامات المفضلة. مثلا فيديو او حاجة، مثلا موقع انت بتخش على طول زي بير ده، عايز تعمله مفضل عندك، هتضغط على علامة البوك مارك اللي هي النجمة وتقوله اد بوك مارك او اضافة بوك مارك. هيقول لك عايز تسميها ايه، بير ولا
ولا ايا كان بقى الاسم، ممكن تسمي بالعربي وبعد كده بتقول له done. مش عايز هتقول له ريموف، يعني انا بتراجع عن اللي انا اعملها. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تعملها بطريقة اسهل من كده، انك ممكن تعمل تضغط على كنترول دي على طول، كنترول دي يبدأ يظهر لك على طول كأنك ضغطت على علامة النجمة. في طريقة اسهل، في طريقة تانية اسهل، انك انت تسحبها. يعني ايه تسحبها؟ تيجي من علامة القفل ده وتسحبها هنا، شايفين اتظهرت هنا على طول بعد ما اتسحبت. تمام. حاجة بقى احلى منها كمان، انك انت ممكن تعمل جروب لكل الحاجات دي كلها. يعني ايه؟ يعني كليك يمين هنا وتقول له اد فولدر، خلاص، وتسمي الفولدر ده مثلا ربح المال. خلاص، وتقول له سيف، وتبدأ تحط فيه الحاجات اللي هي ربح المال. يعني مثلا بيير طبعا هيهمك في موضوع ربح المال. لو انت ضغطت بقى على ربح المال ضغطة واحدة هيظهر لك كل الايه الحاجات اللي جواه. مثلا هنحط مابس، هنحط نيوز، هنحط ترانسليت عشان بس اوضح لكم المهمة. ترانسليت، احط يوتيوب، اقول له اضغط على ربح المال هيظهر لي كل القائمة اللي موجودة. تمام. طيب حاجة تانية، لو انت مثلا دلوقتي انت مش عايز اليوتيوب يبقى جوه الربح المال، هتقوم شايله وتقوم حاطه هنا بره. باير مثلا او مابس انت عرفت انت حطيتها غلط هنا، تقوم شايلها وتحطها. نيوز مش ربح مال، هتحطها بره. ترانسليت هتحطها بره. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية، في حاجة اسهل، ترانسليت معروف العلامة بتاع الترانسليت، واليوتيوب معروف العلامة بتاعته. انا مش عايز الكتابة، انا عايز استفيد بالمساحة دي كلها. اقوم ضغط عليها كليك يمين واقول له اديت على الايقونه اللي انا عايزها، واشيل كلمه يوتيوب واقول له سيف. هيظهر لي بس علامه اليوتيوب هنا. مابس معروفه طبعا شكلها، اقول له اديت، اضغط على علامه مابس واقول له اشيل الاسم واقول له سيف ترانسليت، وهكذا. خلاص، بحيث اللي يوفر لي مساحه اللي انا احط ايقونات تانية. طب لو الايقونات اتزحمت جدا بتضغط، بتلاقي هنا في سهم هيدن اوبجكت في كل الحاجات اللي موجودة عندك. تمام. طيب في حاجة تانية ممكن نستفيد بيها في جوجل كروم او حاجة منعرفهاش. في حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الملء التلقائي. هندخل على الاعدادات سيتنجز، وهندخل على ادريسز اند مور، يعني العناوين والمزيد. بعد كده هتقول له اد، وتبدأ تكتب الكونتري، وتكتب النيم والأورجنايزيشن والستريت ادريس والبوستال كود، الرقم البريدي والرقم التليفون والايميل وكل الكلام ده تكتبه، السيتي، بحيث انك كل مرة تدخل لأي موقع مش كل مرة هتقعد تكتب كل البيانات الخاصة بيك كل مرة تخش فيها تسجل في أي موقع. لا، في حاجة اسمها ملء التلقائي. هتعمل سيف اند فيل ادريس، هتعمل علامة الصح دي من اوتوفيل. تمام، اللي هي الملء التلقائي، تقول له تضغط اوتوفيل، بعد كده بتقول ادريسز اند مور، وتقوم علامه الصح دي وتقول له اد، وبعد ما تضيف الكلام ده هتقول له سيف، وبكده يبقى انت حفظت البيانات. خلاص. طيب لو انت عايز تقفل نافذه او النافذه دي، انك توفر مساحه في رؤيه الصفحه دي. يعني مثلا انا بشوف موقع مثلا زي باير وعايز استفيد من المساحه دي واشيل القائمه بتاع البوك مارك او القائمه دي، هقول له كنترول شيفت بي، لو ضغطت عليها تاني هتظهر، لو شلتها هتتشال، لو ضغطت عليها تاني هتتشال. خلاص. طيب لو انا عايز اوفر مساحة اكبر واكبر، اضغط اف 11 زي ما انتم شايفين، وضع ملء الشاشة، اضغط اف 11 تاني هترجع تاني. دي برضو حيلة من حيال جوجل كروم. طيب لو لما تيجي تعمل تنشيط للصفحة لازم بتخش هنا على علامة الدورية وتعمل ريفرش ليها. تمام. في طريقة اسهل، انك ممكن تعمل كنترول ار زي ما انت شايفين، او اف 5 انا شايفها بعيده شويه، كنترول ار اقرب شويه. طيب في حاجه تانية ممكن اقدر اعملها، اضافات الجوجل كروم. اضافات الجوجل كروم زي اضافات الترجمه والاضافات دي، بعملها ازاي وايه فايدتها وبستفيد منها ايه؟ فايدتها مهمه جدا جدا، وبتسهل لك كتير، بس طبعا ما ينفعش تزود الاضافات الخاصه بيك اكتر من اللازم عشان ما تبقاش ما تقللش او متستهلكش من الرامات، وتقلل النت عندك وتقلل سرعة التصفح. تمام. طيب دلوقتي عشان انزل اضافة، ويعني اضافة اصلا، اول حاجة ادخل اكتب على جوجل كروم سوق كروم الالكتروني.
بعد ما ادخل على سوق كروم الالكتروني هيظهر لي في البحث اول واحده هضغط عليها سوق كروم الالكتروني، هيظهر لي هنا جميع الاضافات اللي موجوده في جوجل كروم. مثلا عايز حاجه زي اضغط الترجمه واضغط على الاضافات تمام واقول له انتر، هيظهر لي كل الترجمه اللي موجوده في اقدر احملها. هحملها ازاي؟ مثلا ترجمه زي دي ترانسليتور، اضغط عليها ضغطه واقول له اضافه الى كروم، وبعد كده بقول له اد اكستنشن، ما تقولوش كانسل، قول له اد اكستنشن او اضف الاضافه. بعد كده بتظهر لي الاضافه بقى فين؟ بتظهر لي في العلامه دي، شايفين العلامه دي؟ بضغط عليها وبعد كده بشوف شكل الاضافه. يعني مثلا لو الاضافه هي دي، هي ترانسليتور، هي دي اللي انا منزلها، او مضغط على علامه البن دي او انها تتحط هنا زي ما انتم شايفين. خلاص كده تقدر تترجم اي موقع. طيب لو انا عايز اشيلها بضغط الثلاث نقط اللي جنبها واقول له ريموف فروم كروم او ازل من كروم واقول له ريموف. خلاص طيب دلوقتي ساعات انت بتفتح، دلوقتي انا دلوقتي فاتح كذا موقع، الموقع دي كلها انا مهتم بيه، عايز لما اجي اقفل واجي افتح تاني ما يعملش، ما يخزنني نفس الصفحات دي ويفتحها لي زي ما هي، اعمل ايه؟ ادخل على الثلاث نقط اللي فوق اليمين واقول له سيتنجز او اعدادات، وانزل تحت اقول له كونتينيو وين يو ليفت اوف. طيب اهم شرط بقى عشان تعمل الحركه دي، ما ينفعش يكون صفحه تانية مفتوحه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هنا صفحه السوق الكروم دي مفتوحه، مثلا سوق كروم الكتروني، خلاص هنجيبها سوق كروم الكتروني اهو، ده سوق كروم الكتروني. لو انت مثلا عملنا، لو احنا خدنا النافذه دي كده طلعناها، شايفين بتطلع ازاي؟ دي برضو حيله من حيل جوجل كروم، بس اكيد كلكم عارفينها. يعني المهم مثلا انت ما ينفعش تكون فاتح صفحتين، يعني الصفحه دي والصفحه دي، وتقفل صفحه وبعد كده تفتكر انك انت الصفحه دي كانت مفتوحه فتقفلها، فتيجي تعمل الحركه اللي انت تفتح المتصفح مش هيفتح لك اخر المتصفح، هيفتح لك اخر واحده. يعني مثلا لو انت عايز الصفحه دي اللي فيها كل التبات دي كلها، يبقى لازم تخليها هي الاخيره انها تتقفل. بمعنى ايه؟ يعني من الاخر لازم تتاكد ان مفيش اي صفحات جوجل كروم مفتوحه تانية. يعني الصفحه دي مثلا انت مش عايزها فتقفلها، مثلا زي اعلان او كده موجود فلازم تقفله، وبعد كده بتتاكد ان هي صفحه واحده مفتوحه فقط لغير جوجل كروم، يعني بتصغرها وتكبرها وتشوف هل في صفحات تانية مفتوحه، وبعد كده بتقفل النافذه ويفتح لك نفس النافذه. الحلة الأخيرة دلوقتي أنت بتدخل هنا مثلا على الصفحة الرئيسية بيظهر لك جوجل، جوجل بحث جوجل. طيب أنت عايز دلوقتي أنك أنت كل مرة تفتح صفحة جديدة يفتح لك صفحة مختلفة، صفحة مثلا يوتيوب مثلا، هي دي الصفحة الرئيسية. هتضغط على الثلاث نقاط وتقول له settings، ونضغط على open نيو اوبن سبيسيفيك اوبن سبيسيفيك بيج اور سيت اوف بيجز، هتقول له اد نيو بيج وتكتب الموقع مثلا يوتيوب وتبدا تقول له اد، بس انا مش عايز اعملها، سيبها كونتينيو وديو ليفت. عايز تعمل صفحه جديده خالص بيضاء، هتقول له اوبن نيو تاب بيج وخلاص، بس انا عايز يبقى يحتفظ بكل الصفحات اللي انا فاتحها. خلاص طيب حاجه تانية، لو انا حابب ان السيرش عندي يبقى جوجل، يعني ممكن تدخل على السيرش هنا يجي لك حاجه تانية، كريبتو براوزر، اي متصفح تاني، اي محرك بحث تاني اين او ايا كان. فانت دلوقتي عايز تغيره لجوجل، هتضغط الثلاث نقاط وتقول له سيتنجز وتقول له ديفولت براوزر او المتصفح الرئيسي، وتدخل هنا تقول له Advanced هتقول له You and Google أول واحدة، بعد كده بتنزل تحت هتلاقي عندك سيرش انجن، يعني محرك البحث يوزد ان ذا ادرس بار، هتختار جوجل.
جوجل، ممكن يبقى بينج، ممكن يبقى ياهو، ممكن يبقى دك دك جو، ياندكس. تمام، احنا هنختار جوجل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.